قال المصنف رحمه الله تعالى: علامات الإعراب وأنواعها ومواقعها. ولهذه الأنواع الأربعة، أعني أنواع الإعراب، وهو يريد الضمة والفتحة والكسرة والسكون، ولهذه الأنواع الأربعة أعني أنواع الإعراب: علامات أصول وعلامات فروع، تعرف بها الأنواع الأربعة وتتميز بها عن أنواع البناء. فالعلامات الأصول أربعة على عدد أنواع الإعراب الأربعة، كل علامة منها تختص بنوع. الضمة وهي علامة للرفع، الفتحة وهي علامة للنصب، الكسرة وهي علامة للخفض، السكون وهو علامة للجزم. الضمة وهي علامة للرفع نحو: جاء زيد، فزيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، فهذه علامة الرفع. علامة الرفع الأصلية هي الضمة. الفتحة وهي علامة للنصب نحو: رأيت زيدا، فزيدا مفعول به وهو منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، فإذا الفتحة علامة للنصب. الكسرة وهي علامة للخفض نحو: مررت بزيد، فزيد مخفوض بالباء، وعلامة خفضه الكسرة. السكون وهو علامة للجزم نحو: لم يضرب، فيضرب مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون. فعلامة الجزم الأصلية السكون، علامة الرفع الأصلية هي الضمة، وعلامة النصب الأصلية هي الفتحة، وعلامة الخفض أو الكسر أو الجر الأصلية هي الكسرة، وأما علامة الجزم فهي السكون. العلامة الأصلية للجزم السكون. ولكن هذه العلامات الأصلية قد تنوب عنها علامات سواها، لكل واحدة من هذه العلامات الأصلية مواقع تقع فيها. قال: وسنذكرها لك على التفصيل فيما يأتي. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد نحو: جاء زيد والفتى، فزيد والفتى مرفوعان على الفاعلية، وعلامة رفعهما ضمة ظاهرة في زيد ومقدرة في الفتى، منع من ظهورها التعذر. فتأتي الضمة علامة للرفع في الاسم المفرد وفي جمع التكسير، وهو ما تغير فيه بناء واحده، ولذلك في الجمع السالم سمي سالما لسلامة مفرده من التغيير، وأما في جمع التكسير ففيه يتغير بناء واحده، فالتغير إما أن يكون في شكل الحروف مع كون حروف الجمع هي حروف المفرد، نحو: أسد وأسد، فالهمزة والسين والدال هي هي في المفرد وفي الجمع، ولكن إنما وقع التغير في شكل الحروف أسد وأسد. وإما أن يكون التغير بزيادة حرف في الجمع على الحروف التي في المفرد من غير تغير في شكل المفرد، نحو صن وصنوان، أو مع تغير شكل المفرد نحو نمر ونمور وأسد وأسود. وإما أن يكون التغير بنقص حرف من الجمع على حروف المفرد من غير تغير الشكل، كلمة وكلم، أو مع التغير نحو كتاب وكتب. وإما أن يكون بزيادة حرف في الجمع عن حروف المفرد مع نقص حرف من المفرد أو أكثر، نحو رغيف رغفان، صائم صوام، راكع ركع، أسير أسارا. المهم
أن جمع التكسير ما تغير فيه بناء واحده، هذا تكون الضمة فيه علامة للرفع. نحو جاء الرجال والأسارى، فالرجال والأسارى مرفوعان على الفاعلية، وعلامة رفعهما ضمة ظاهرة في الرجال ومقدرة في الأسارى. فتقول جاء الرجال والأسارى، تكون الضمة أيضا علامة للرفع في جمع المؤنث السالم اسما كان أو صفة. نحو جاءت الهندات المسلمات، فإن كان المؤنث علما فإنه يجمع هذا الجمع بلا شرط كهندات، وإن كان صفة وله مذكر فشرطه أن يكون مذكره قد جمع بواو ونون كمسلمات، وإن لم يكن له مذكر فشرطه ألا يكون مؤنثه مجردا من التاء كحائض. جمع المؤنث السالم اسما كان أو صفة تكون الضمة فيه علامة للرفع. وأما الموضع الرابع الذي تكون فيه الضمة علامة للرفع فالفعل المضارع المعرب، نحو يضرب ويخشى، فيضرب ويخشى مرفوعان وعلامة رفعهما ضمة ظاهرة في يضرب وضمة مقدرة في يخشى، منع من ظهورها التعذر. فمتى تكون الضمة وهي علامة أصلية من علامات الأعراب، متى تكون الضمة علامة للرفع؟ تكون الضمة علامة للرفع في أربعة مواضع. ما هي المواضع الأربع؟ الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع المعرب. أما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع، الفتحة تكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع. الاسم المفرد نحو رأيت زيدا والفتى، فزيدا والفتى منصوبان، علامة نصبهما فتحة ظاهرة في زيدا ومقدرة في الفتى. رأيت زيدا، زيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والفتى معطوف على المنصوب، والمعطوف على المنصوب منصوب ولكنه منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره، منع من ظهورها التعب. فالفتح تكون علامة للنصب في هذا الموضع في الاسم المفرد. وفي جمع التكسير تقول رأيت الرجال والأسارى، فالرجال والأسارى منصوبان وعلامة نصبهما فتحة ظاهرة في الرجال ومقدرة في الأسارى. كذلك تكون الفتحة علامة للنصب في الفعل المضارع المعرب، لن يضرب لن يخشى، يضرب ويخشى منصوبان، علامة نصبهما فتحة ظاهرة في يضرب ومقدرة في يخشى. فتكون الفتحة وهي علامة النصب الأصلية تكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع، ما هي؟ في الاسم المفرد وفي جمع التكسير وفي الفعل المضارع المعرب. أما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع تقع فيها، الكسرة تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع تقع فيها. الاسم المفرد المنصرف مررت بزيد والفتى، فزيد والفتى مخفوضان، علامة خفضهما كسرة ظاهرة في زيد ومقدرة في الفتى، الاسم المفرد المنصرف. وفي جمع التكسير المنصرف نحو يعوذون برجال ويرفقون بالأسارى،
فرجال والأسارى مخفوضان، وعلامة خفضهما كسرة ظاهرة في الرجال ومقدرة في الأسارى. الموضع الثالث الذي تكون فيه الكسرة علامة للخفض هو جمع المؤنث السالم بشرط أن يكون باقيا على جمعيته. مررت بهندات ومسلمات، فهندات ومسلمات مخفوضان وعلامة خفضهما كسرة ظاهرة في آخرهما. مررت بهندات ومسلمات، ولا تكون الكسرة فيه مقدرة إلا إذا أضيف لياء المتكلم، نحو أديت حق فتياتي. فهذه هي الثلاثة المواضع التي تكون الكسرة فيها علامة للخفض: في الاسم المفرد المنصرف، وفي جمع التكسير المنصرف، وفي جمع المؤنث السالم بشرط أن يكون باقيا على جمعية. فإن زال معنى الجمعية من بأن جعل علما جاز فيه الصرف وعدمه، فعلى الصرف يخفض بالكسرة مع التنوين وتركه، وعلى منع الصرف يخفض بالفتحة بلا تنوين. تقول سكنت في أذرعات، وسكنت في أذرعاتي، وسكنت في أذرعاتا، لأنه زال معنى الجمعية منه بأن جعل علما، فهذا اسم مكان أذرعات، حينئذ يجوز فيه الصرف وعدمه. على الصرف يخفض بالكسرة مع التنوين وتركه، فتقول سكنت في أذرعات وسكنت في أذرعاتي على التنوين وعدم التنوين. وعلى منع الصرف يخفض بالفتحة بلا تنوين، سكنت في أذرعاتا. وأما السكون فيكون علامة للجزم في موضع واحد، وهو الفعل المضارع الصحيح الآخر، وهو ما ليس في آخره حرف علة، وحروف العلة هي الواو والألف والياء، نحو لم يضرب، فيضرب مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون. فالسكون يكون علامة للجزم في موضع واحد، وهو الفعل المضارع الصحيح الآخر. ما هو الفعل المضارع الصحيح الآخر؟ هو ما ليس في آخره حرف علة، مثل يضرب في قولك لم يضرب، فيضرب مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. وأما العلامات الفروع، هذه هي الأصول، العلامات الأصلية: الضمة والفتحة والكسرة والسكون، وهذه مواضعها. وأما العلامات الفروع، علامات الإعراب الفرعية سبعة: أربعة أحرف وحركتان وحلف. العلامات الفروع، علامات الإعراب الفرعية سبع: أربعة أحرف وحركتان وحذف. الأحرف الواو والألف والياء والنون، والحركتان الكسرة نيابة عن الفتحة في جمع المؤنث السالم، والفتحة نيابة عن الكسرة فيما لا ينصرف. وأما السابعة فالحذف: أربعة أحرف وحركتان ست، والسابعة الحذف. فهذه السبعة تنوب عن الحركات الثلاث وعن السكون، فمنها ما ينوب عن الضمة، ومنها ما ينوب عن الفتحة، ومنها ما ينوب عن الكسرة، ومنها ما ينوب عن السكون. ينوب عن الضمة ثلاثة: الواو والألف والنون، وستأتي أمثلتها إن شاء الله. وينوب عن الفتحة أربعة: الكسرة والياء والألف والنون. وينوب عن الكسرة اثنان: الفتحة والياء. وينوب عن السكون علامة واحدة، وهي حذف الحرف الأخير. ثم شرع في التفصيل.
الواو تكون علامة للرفع نيابة عن الضمة في موضعين: جمع المذكر السالم والأسماء الستة، فتكون الواو فيهما علامة للرفع نيابة عن الضمة، والضمة هي علامة الرفع الأصلية. وينوب عن الضمة الواو في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الستة. في جمع المذكر السالم اسما كان أو صفة، نحو جاء الزيدون المسلمون، فالزيدون المسلمون فاعل بجاء ونعت له، الزيدون فاعل والمسلمون نعت للفاعل، فالزيدون المسلمون فاعل بجاء ونعت له، الفاعل مرفوع، علامة رفعه في الزيدون علامة الرفع الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. والنون فيه عوض عن التنوين في الاسم المفرد، لأنك تقول زيد، فإذا جمعت جمع مذكر سالما تقول الزيدون. هذه النون ما حكايتها؟ إنما جيء بها عوضا عن التنوين في المفرد في زيد. الأسماء الستة: أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال وهنوك، ولها شروط حتى تكون مرفوعة بالواو كما معنا في هذا المثال. هذه الشروط: أن تكون الأسماء الستة مفردة مكبرة مضافة لغير ياء المتكلم، وأن تكون ذو بمعنى صاحب، ولذلك يأتون بها على هذا الترتيب: وذو مال، أي وصاحبه مال، فيأتون بها هكذا: أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال وهنوك، بشرط أن تكون مفردة مكبرة مضافة لغير ياء المتكلم. نعم، هذا أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال وهنوك. وإعراب هنوك بالواو رفعا والألف نصبا والياء جرا هو لغة لبعض العرب، حكاها عنهم سيبوي إمام النحاة. وأكثر العرب يعرب هذه الكلمة بالضمة والفتحة والكسرة، مثل يد وغد، فيقولون هذا هنك، ورأيت هنك، ونظرت إلى هنك. ولكن هذه لغة لبعض العرب، ولذلك يقولون الأسماء الستة. وأما من لم يجعلها منها فالأسماء حينئذ خمسة. الأسماء الستة تقول هذا أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال وهنوك، فذا من هذا اسم إشارة مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، وهذه الأسماء الستة مرفوعة على الخبرية والعطف. هذا أبوك، ما الإعراب؟ هذه للتنبيه. وذا من هذا اسم إشارة مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، أين خبره؟ هذا، ذا مبتدأ، أين الخبر؟ أبوك. ثم ما جاء بعد معطوف على هذا الخبر، والخبر مرفوع والمعطوف على المرفوع مرفوع، هذا أبوك مبتدأ وخبر. وأخوك وحموك وفوك وذو مال وهنوك، ذا من هذا في قولك هذا اسم إشارة مبتدأ مبني على السكون في محل رفع. هذه الأسماء الستة مرفوعة على الخبرية في أبوك والعطف في سائرها، وعلامة رفعها الواو نيابة عن الضمة، والكاف في كل واحد منها ضمير المخاطب مضاف إليه مبني على الفتح في محل خبر. أبوك، هذه الكاف ما إعرابها؟ هي ضمير مخاطب، أبوك مضاف إليه مبني على الفتح
في محل خفض، لأن المضاف إليه يكون مجرورا مخفوضا، ولكن هذا الضمير مبني على الفتح فيكون مبنيا على الفتح في محل خفض. الواو تكون علامة للرفع نيابة عن الضمة في موضعين. هذه التلخيصات حسنة جدا، لأنك إن استظهرتها أرحت نفسك كثيرا. فهذه قواعد الإعراب كما ترى. الواو تكون علامة للرفع نيابة عن الضمة في موضعين، في جمع المذكر السالم اسما كان أو صفة، وفي الأسماء الست، بشرط أن تكون الأسماء الست مفردة مكبرة مضافة لغير ياء المتكلم، وأن تكون ذو بمعنى صاحب. الألف تكون علامة للرفع نيابة عن الضمة في موضع واحد، وهو المثنى المرفوع، نحو قال رجلان، فرجلان فاعل بقال، الفاعل مرفوع، علامة رفعه في قولك قال رجلان، علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة على المشهور، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، كما في جمع المذكر السالم. تكون الألف علامة للنصب نيابة عن الفتحة في الأسماء الستة التي تقدم ذكرها، نعم رأيت أباك وأخاك وحماك وفاك وذا مال وهناك. رأيت فعل وفاعل، رأيت وأباك وما عطف عليه مفعول به، رأيت أباك وأخاك وحماك وفاك، المفعول منصوب، علامة نصبه الألف نيابة عن الفتح. أباك الكاف في كل واحد منها ضمير المخاطب مضاف إليه مبني على الفتح في محل خفض، فتكون الألف علامة للرفع نيابة عن الضمة في موضع واحد هو المثنى، وتكون الألف علامة للنص نيابة عن الفتحة في الأسماء الست. الياء تكون علامة للخفض نيابة عن الكسرة في ثلاثة مواضع، في المثنى المخفوض، وفي جمع المذكر السالم، وفي الأسماء الستة المتقدم ذكرها. المثنى المخفوض مررت بالزيدين، مررت فعل وفاعل، مررت فعل وفاعل، بالباء حرف جر، الزيدين مخفوض بالباء، وعلامة خفضه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها، لكي نميز بين هذه الياء عند وقوعها في المثنى ووقوعها في جمع المذكر السالم. مررت بالزيدين، علامة خفضه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها، النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، والجر والمجرور متعلق بمرة، مررت بالزيدين. وأما جمع المذكر السالم فنحو مررت بالزيدين، فمررت فعل وفاعل، والباء حرف خفض، والزيدين مخفوض بالباء، وعلامة خفضه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نيابة عن الكسرة، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. الأسماء الستة التي تقدم ذكرها نحو مررت بأبيك وأخيك وحميك وفيك وذي مال وهنيك، فمررت فعل وفاعل، والباء حرف خفض، وأبيك وما عطف عليه مخفوض بالباء، وعلامة خفضه الياء نيابة عن الكسرة. مررت بأبيك، الكاف في أبيك وفي ما عطف عليه
ضمير المخاطب مضاف إليه مبني على الفتح في محل خفض، مررت بأبيك، فالياء تكون علامة للخفض نيابة عن الكسرة في ثلاثة مواضع، ما هي؟ في المثنى المخفوض، وفي جمع المذكر السالم، وفي الأسماء الست. تكون الياء علامة للنص نيابة عن الفتحة في موضعين، في المثنى المنصوب وفي جمع المذكر السالم. في المثنى المنصوب نحو رأيت الزيدين، فرأيت فعل وفاعل، والزيدين مفعول به وهو منصوب وعلامة نصبه الياء. الياء المفتوح ما قبلها، المكسور ما بعدها نيابة عن الفتحة، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. كذلك في جمع المذكر السالم نحو رأيت الزيدين، فرأيت فعل وفاعل، الزيدين مفعول به وهو منصوب وعلامة نصبه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نيابة عن الفتحة، أن الياء هنا في منصوب فهي نيابة عن الفتحة. النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. النون تكون علامة للرفع نيابة عن الضمة في الأفعال الخمسة، وهي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، نحو تفعلان يفعلان، وتفعلون يفعلون، وتفعلين. هذه الأفعال الخمسة مرفوعة، وعلامة رفعها ثبوت النون نيابة عن الضمة وألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فاعل مبني على السكون في محل رفع، فاعل فيكون مبنيا على السكون في محل رفع لأنه فاعل. فالنون تكون علامة للرفع نيابة عن الضمة في الأفعال الخمسة. ما الأفعال الخمسة؟ كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين أو واو جمع أو ياء مخاطبة. لما كانت أمثلة خمسة؟ لأنها على هذا النحو تفعلان ويفعلان، وتفعلون ويفعلون، وتفعلين، فهي خمسة. الكسرة تكون علامة للنص نيابة عن الفتحة في جمع المؤنث السالم، وهو ما جمع بألف وتاء مزيدتين، نحو رأيت الهندات، رأيت فعل وفاعل، الهندات مفعول به منصوب علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، فالفتحة علامة النصب الأصلية، فهذه الكسرة نيابة عن الفتحة وهي علامة فرعية. حملوا نصبه على جره كما في جمع المذكر السالم ليلتحق الفرع بأصله. الفتحة تكون علامة للخفض نيابة عن الكسرة في الاسم الذي لا ينصرف، وهو ما أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين مختلفتين، مرجع إحداهما اللفظ ومرجع الأخرى المعنى، أو في وجود علة فرعية تقوم مقام العلتين. الآن الكلام عن الاسم الذي لا ينصرف. الفتحة تكون علامة للخفض نيابة عن الكسرة، لأن علامة الخفض الأصلية هي الكسرة، ولكن تنوب الفتحة عنها في الاسم الذي لا ينصرف. ما الاسم الذي لا ينصرف؟ وما أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين مختلفتين، مرجع إحداهما اللفظ ومرجع الأخرى المعنى، أو في وجود علة فرعية تقوم مقام العلتين. وذلك أن في الفعل فرعية عن الاسم في اللفظ، هو عند البصريين اشتقاقه من المصدر، فضرب مثلا مشتق من الضرب، وعند الكوفيين التركيب، لأن الاسم كالمفرد
والفعل كالمركب، والمفرد أصل المركب، وفي الفعل فرعية في المعنى عن الاسم، وهي احتياجه إلى الفاعل، والفاعل لا يكون إلا اسما. على كل حال، الفتحة تكون علامة للخفض نيابة عن الكسرة في الاسم الذي لا ينصرف. الاسم الذي لا ينصرف نوعان: الأول ما يمتنع صرفه بعلة فرعية واحدة، وهو ثلاثة أشياء: ما كان على وزن صيغة منتهى الجموع، وضابطه أنه كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان، سواء أكان في أوله ميم أم لا، كمساجد وصوامع، أو كان بعد ألف تكسيره ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، سواء أكان في أوله ميم أم لا، كمصابيح وقناديل. وإنما استأثر هذا الجمع بالمنع لأنه بمثابة جمعين. فمما يمتنع صرفه لعلة واحدة تقوم مقام علتين: ما كان على وزن صيغة منتهى الجموع. ما ضابط هذا الجمع؟ كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، كمساجد وصوامع وكمصابيح وقناديل. واستأثر هذا الجمع بالمنع من الصرف لأنه بمثابة جمعين. وكذلك يمتنع صرف الاسم إذا كان مختوما بألف التأنيث المقصورة، وهي ألف مفردة، ويمنع صرف مصحوبها كيفما وقع، سواء أكان نكرة كذكرى أم معرفة كرضوى أم جمعا كجرحى أم صفة كحبلى. فكل اسم مختوم بألف التأنيث المقصورة فهو ممنوع من الصرف. وكذلك ما كان مختوما بألف التأنيث الممدودة، وهي ألف قبلها ألف فتقلب هي همزة، ويمتنع صرف مصحوبها كيفما وقع، سواء أكان نكرة كصحراء أو معرفة كزكرياء أم جمعا كأصدقاء أم صفة كحمراء. وإنما استأثر ما فيه ألف التأنيث مقصورة أو ممدودة بالمنع من الصرف، والصرف التنوين لأنه تأنيث لازم، فنزل لزومه منزلة تأنيث آخر. هذا ما يمتنع صرفه لعلة فرعية واحدة تقوم مقام علتين. ما هي أنواع هذا النوع أو هذا الصنف؟ ما كان على وزن صيغة منتهى الجموع. ما ضابط صيغة منتهى الجموع؟ كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن. الثاني ما كان مختوما بألف التأنيث المقصور، والثالث ما كان مختوما بألف التأنيث الممدود. الثاني ما يمتنع صرفه بعلتين فرعيتين، وهو نوعان: ما يمتنع صرفه مع العلمية، وما يمتنع صرفه مع الوصفية. هذا هو التقسيم العام. الممنوع من الصرف إما أن يكون ممنوعا من الصرف لعلة واحدة فرعية تقوم مقام علتين، وهو ما كان على وزن صيغة منتهى الجموع، وما كان مختوما بألف التأنيث المقصورة، وما كان مختوما بألف التأنيث الممدود. وما يمتنع صرفه لعلتين فرعيتين، وهو نوعان: ما يمتنع صرفه مع العلمية، وما يمتنع صرفه مع الوصفي.
الأول وهو ما يمتنع صرفه مع العالمية ستة أنواع: ما اجتمع فيه مع العالمية زيادة الألف والنون المضارعين لألف التأنيث الممدودة، لأنهما في بناء يخص المذكر، كما أن ألف التأنيث في بناء يخص المؤنث، ولأنهما لا تلحقهما التاء كعمران، فإن فيه العالمية وهي فرع التنكير، والزيادة وهي فرع المزيد عليه، فتقول في عمران وعثمان وعفان: هذا ممنوع من الصرف. لما؟ لعلتين: للعالمية ولزيادة الألف والنون. عندنا ها هنا علتان، وما يمنع من الصرف لوجود علتين فرعيتين ستة أنواع مع العالمية: علم مختوم بالألف والنون فاجتمع فيه العالميات وزيادة الألف والنون كعمران وعفان وعثمان، ما اجتمع فيه العالميات والتركيب المزجي كبعلبكة، فإن فيه العالمية وهي فرع التنكير والتركيب وهو فرع الإفراد، ما اجتمع فيه العالميات والتأنيث لفظا ومعنى أو لفظا لا معنى أو معنى لا لفظا، فالأول كفاطمة هذا مؤنث حقيقي، فهو مؤنث حقيقي من حيث المعنى ومن حيث اللفظ لأنه مختوم بتاء التأنيث لفظا ومعنى أو لفظا لا معنى، فتكون فيه علامة التأنيث مع أنه ليس بمؤنث حقيقي كطلحة ومعاوية. الثالث وهو ما كان معنى لا لفظا: زينب لامرأة، وهو تأنيث معنوي، شرط تحتم منع المؤنث معنى كزينب من الصرف الزيادة على الثلاثة، كما مثل في قوله كزينب، أو تحرك الوسط كسقر، أو العجمة كحمصة، أو النقل من المذكر إلى المؤنث كزيد لامرأة، فإن تخلفت جميع هذه الشروط جاز الصرف عدمه كهند وهندا وكدعد ودعدا وجمل وجملة، فيجوز الصرف وعدمه، فمن صرفه نظر إلى خفة اللفظ وأنها قد قاومت إحدى الفرعيتين، ومن لم يصرفه نظر إلى وجود الفرعيتين في الجملة واختلف في الأولى منهما، فعن سيبويه الأولى المنع من الصرف في مثل هند ودعد وجملة، عن سيبويه الأولى المنع من الصرف، وعن أبي علي الفارسي الأولى الصرف. وسيبويه وسابق العلماء ومقدمهم وزعيمهم وأول من فتق قواعد النحو والصرف عن أكمامها وخط لها نهجها وأوضح طريقها وعبد سبلها، واسمه عمرو وكنيته أبو بشر، أخذ عن الخليل وأبي زيد والأخفش الكبير، وسمع الأعراب في البادية، ودون مما أخذه عن جميع هؤلاء كتابا اسمه الكتاب، لم يزل مرجع فحول العلماء إلى اليوم. وقد مات رحمه الله تعالى بسبب غيرته على النحو واللغة في قصة مشهورة، لأنه قد وقعت منافرة بينه وبين الكسائي، وكان سيبويه زعيم النحو البصري، وكان الكسائي زعيم النحو الكوفي، كان النحو مدارس، وكان للشعراء منافرات كما يجتمع كثير من السفهاء في هذا العصر على اللاعبين واللاعبات، مشجعين ومشجعات، كانوا أيضا يجتمعون في المربد وفي غيره من أجل أن يستمع هذا الجمع إلى شعر الشعراء،
ومعارضة المعارضين منهم. كانت الحياة زاخرة بالخير، أسأل الله أن يرد للمسلمين عزهم ومجدهم، إنه على كل شيء قدير. وقعت منافرة، كنت أظن أن لدغة العقرب كلسعة الزنبور، فإذا هي هي أو هي إياها، فإذا هي هي على الرفع أو فإذا هي إياها على النصب، فهذا يقول بوجه وهذا يقول بوجه. الناس يختلفون، أما أن يصل مثل هذا الخلاف في مثل هذه اللفظة بين هذين الزعيمين الكبيرين إلى مجلس الخلافة لكي يفصل بين المتنازعين، فهذا هو السمو العلمي في أمة تقدر العلم وترعاه. كان للكسائي رحمه الله وجه عند الخليفة، وأما سيبويه رحمه الله فكان يعلم أن صاحب السليقة اللغوية لا يمكن أن يطاوعه لسانه على الخطأ، فقال لهما الحكم بينهما: من يفصل بينكما؟ فقال سيبويه: الأعراب، والأعراب بالباب. فالأعراب هم أصحاب السليقة اللغوية، ولا يمكن أن يطاوع الواحد منهم لسانه على الخطأ واللحن. فجيء بالأعراب إلى مجلس الخليفة وكان الخصمان حاضرين، فإذا هي هي فإذا هي إياها. كان للكسائي وجه عند الأمير، وقال بعض أهل العلم: بل استعملت الرشوة للأعراب وقدم لهم ما قدم لكي يوافقوا الكسائي. جيء بهم ليحكموا في هذا النزاع. الصواب عند سيبويه أم عند الكسائي؟ سئل الأعراب فقالوا: القول ما قال الكسائي. فقال سيبويه: يا أمير المؤمنين، مرهم فلينطقوها فإن ألسنتهم لا تطاوعهم. فقال لهم: انطقوها. فقالوا: القول ما قال الكسائي، ولم ينطقوها. كلما قال لهم انطقوا بها يقولون: القول ما قال الكسائي. مات سيبويه بعدها بحسرته رحمه الله، فإنه حمى وظل رحمه الله في حماه حتى قبضه الله إليه رحمه الله رحمة واسعة. سيبويه سابق العلماء ومقدمهم وزعيمهم، وكان رحمه الله تعالى من أوفى أهل العلم لشيوخه، فإنه جمع علم الخليل، والخليل شيخه، والخليل كما يقولون أذكى العرب. خلا الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولكن يقولون الخليل بن أحمد أذكى العرب رحمه الله رحمة واسعة. وأما أبو علي فهو أبو علي الفارسي، هو شيخ ابن جني، وابن جني كما هو معلوم هو أبو علم الصرف العربي، وهو فيلسوف العربية الأكبر. وابن جني كان راوية أبي الطيب المتنبي، وكان أبو الطيب إذا أشكل على الناس شيء من شعره فجاءوا سائلينه يقول: سلوا أبا الفتح، هو ابن جني، سلوا أبا الفتح فإن أبا الفتح أعرف بشعري مني. كان يقول: ابن جني أعرف بشعري مني. شيخه أبو علي الفارسي، كان أبو علي الفارسي مبغضا للمتنبي، واحتال تلميذه
ابن جني عليه، فأتى بقصيدة من قصائد المتنبي فسطرها في قرطاس، ثم جاء إلى أبي علي فقال: ما يقول شيخنا في هذا الشعر؟ ولم يذكر لمن هو، وأخذ ينشد أبيات قصيدة المتنبي. فأما أبو علي فاستملحها جدا واستحسنها، حتى إنه لما فرغ أبو الفتح من إنشادها قال له: يا أبا الفتح استنسخ لي منها نسخة. ولكن لمن هي يا أبا الفتح؟ فقال: يا شيخنا، هي لمن تزري عليه وتحط من قدره، هي لأبي الطيب. فزوى ما بين حاجبيه وقال: لا جرم إن أثر التكلف بين عليها، خرق خرق. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. من لم يصرفه، أي المؤنث كهند ودعد وجمل، نظر إلى وجود الفرعيتين في الجملة، ومن صرفه نظر إلى خفة اللفظ وأنها قد قاومت إحدى الفرعيتين. اختلف في الأولى منهما في الصرف وعدمه، فعن سيبويه الأولى المنع من الصرف، وعن أبي علي الأولى الصرف. وروي بالوجهين قول الشاعر: لم تتلفع بفضل مئزرها دعد، ولم تسق دعد في العلب. فجيء بدعد مصروفة وغير مصروفة. لم تتلفع بفضل مئزرها دعد، ولم تسق دعد في العلب. هذا البيت من كلام جرير بن عطية بن الخطفي، وهو معروف، وهو من أعظم شعراء العربية، وممن يحتج بشعره. وهو مع علو كعبه في النسيب، إلا أنه كان عفيفا، وقد تعرض جرير لكثير من الشعراء فأخملهم، وكان بينه وبين الفرزدق والأخطل هجاء ومنافرات. جاء رجل إلى جرير بن عطية فقال: من أشعر الناس؟ قال: سأريك. فأخذ بيده ثم ذهب به إلى ظاهر البلد، فإذا بخباء من شعر، فأخذ جرير ينادي من خارج: يا عطية! وعطية أبوه: يا عطية! فخرج أبوه ومعه ماعز ومعه عنزة قد التقم ضرعها وقد سال اللبن على لحيته وثوبه. فقال: ما وراءك يا جرير؟ فقال جرير للرجل: أشعر العرب من فاخر بهذا الأب 100 شاعر فأخملهم. يفاخر بمثل هذا الأب أولئك الشعراء، وفيهم من هو نسيب حسيب، وفيهم من هو ذو مال وجاه. قال جرير: لم تتلفع بفضل مئزرها دعد، ولم تسق دعد في العلب. لم حرف نفي وجزم وقلب، تتلفع فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون. بفضل الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. بفضل فضل مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة، والجار والمجرور متعلق بقوله تتلفع. وفضل مضاف، ومئزر مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة، ومئزر مضاف، وها ضمير المؤنثة الغائبة مضاف إليه مبني على السكون في محل جر.
دعد فاعل تتلفع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ولم لم حرف نفي وجزم وقل، تسقى فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف الألف والفتحة قبلها دليل عليها. دعد نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، وهو اسم لا ينصرف، والمانع له من الصرف العلمية والتأنيث المعنوي، لأنه ليس فيه علامة من علامات التأنيث. دعد المانع له من الصرف العلمية والتأنيث المعنوي. في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، العلب مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة، والجار والمجرور متعلق بتسقى. ما محل الشاهد في البيت؟ محل الشاهد في هذا البيت قول جرير دعد، فإنه ذكر هذه الكلمة مرتين، وجاء بها في المرة الأولى مصروفة أي منونة، قال لم تتلفع بفضل مئزرها دعد، فأتى بها مصروفة أي منونة، وجاء بها في المرة الثانية ولم تسق دعد في العلب، فجاء بها ممنوعة من الصرف أي جاء بها غير منونة. هذه الكلمة علم على مؤنث، وهو اسم ثلاثي عدد حروفه ثلاثة ووسطه ساكن دعد، فدل ذلك على أن علم المؤنث إذا كان ثلاثيا ساكن الوسط وليس فيه تاء التأنيث جاز فيه وجهان، الأول الصرف أو التنوين، والثاني ترك التنوين فيه. وبه أي بهذا البيت مثل الشيخ خالد رحمه الله، قال وروي بالوجهين قول الشاعر لم تتلفع بفضل مئزرها دعد فصرفه، ولم تسق دعد في العلب، فدعد اسم علم لمؤنث، علم ومؤنث، ففيه علتان فرعيتان العلمية والتأنيث، ولكنه ثلاثي ساكن الوسط فيجوز فيه الصرف ويجوز فيه عدمه، مما لا يصرف أيضا ما اجتمع فيه العلمية ووزن الفعل، العلمية ووزن الفعل، شرط الوزن اختصاصه بالفعل، كشمر علما لفرس في نحو قولك ركبت على شمر، أو افتتاحه بزيادة هي في الفعل أولى لكونها تدل في الفعل ولا تدل في الاسم، كأحرف المضارعة كأحمد ويشكر علمين في نحو قولك مررت على أحمد ويشكر، فإن الهمزة والياء لا يدلان في الاسم ويدلان في الفعل على المتكلم والغائب، الهمزة والياء لا يدلان في الاسم ويدلان في الفعل على المتكلم، كما تقول أقرأ، والياء تدل على الغائب في مثل قولك يقرأ، فالهمزة والياء لا يدلان في الاسم ويدلان في الفعل على المتكلم والغائب، ما اجتمع فيه العلمية ووزن الفعل فإنه يكون غير مصروف أي غير منون، إذ الصرف التنوين، شرط الوزن أن يكون على وزن الفعل، ما شرطه؟ شرط الوزن اختصاصه بالفعل، فشمر هذه الصيغة مختصة بالفعل، فعل كما في شمر علما لفرس في نحو قولك ركبت على شمر، ركبت فعل وفاعل، على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، شمر
مجرور بعلى، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف. ما المانع له من الصرف؟ العلمية ووزنه الفعل، والجار والمجرور متعلق بركب. ركبت على شمرة علما لفرس. وكذلك افتتاحه بزيادة هي في الفعل أولى لكونها تدل في الفعل ولا تدل في الاسم، كأحرف المضارعة كأحمد ويشكر علمين في نحو قولك مررت على أحمد ويشكر. مررت فعل وفاعل على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. إذا حفظت هذا حصلت خيرا كثيرا. يعني في مثل هذه الأدوات والحروف التي تتكرر، في مثل على، تقول حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. مررت على أحمد، أحمد مجرور بعلى وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف، والمانع له من الصرف العلميات ووزنه الفعل، والجار والمجرور متعلق بمرة. مررت على أحمد ويشكر. الواو وحرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، تحفظ هذا. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ويشكر معطوف على أحمد، والمعطوف على المجرور مجرور، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف، والمانع له من الصرف العلمية ووزن الفعل. الهمزة والياء في مثل أحمد ويشكر هما لا يدلان في الاسم ويدلان في الفعل على المتكلم والغائب، فلما جيء بهذين العلمين بأحمد ويشكر كانا على وزن الفعل، لأن شرط الوزن اختصاصه بالفعل كشمر علما لفرس، أو افتتاحه بزيادة هي في الفعل أولى لكونها تدل في الفعل ولا تدل في الاسم. مما هو ممنوع من الصرف أيضا لعلتين فرعيتين ما اجتمع فيه العلمية والعدل التقديري، كعمر في نحو قولك رضي الله عن عمر بن الخطاب. ما اجتمع فيه العلمية والعدل التقديري كعمر في نحو قولك رضي الله عن عمر بن الخطاب، فإنه معدول عن عامر خوف الالتباس بالصفة. وردت ألفاظ في العربية ذكروا أنها معدولة في التقدير عن وزن فاعل، منها عمر وزفر وثعل وقثم وزحل وقزح ومضر، وذلك لأنهم رأوها ممنوعة من الصرف في لسانهم وليس فيها علة ظاهرة سوى العلمية، فقدروا فيها العدل ليتم لهم أن الاسم لا يمتنع صرفه إلا لوجود علتين فرعيتين أو واحدة تقوم مقامهما، وإنما قدروا العدل لأنهم وجدوا وزن فعل بضم أوله وفتح ثانيه قد كثر فيه العدل، وذلك كما في قولهم للغادر غدر، فيعدل به أي يحاد به، وليس العدل الذي هو ضد الظلم والجو، وإنما من عدل عن الشيء أي حاد عنه ومال عنه. ولذلك عدلوا عن غادر إلى غدر، وعن عامر إلى عمر، وعن زافر إلى زفر، وعن فاسق إلى فسق، فقالوا لابد من علتين، وهذه الكلمات ممنوعة من الصرف في لسانهم، فقالوا كيف نجعل لها علة مع العلمية؟ قالوا فلنجعل لها علة العدل، أي أنها معدول بها عن صيغة الفاعل،
عن وزن فاعل، عمر، زفر، ثعل، فثم، زحل، قزح، مضر، غدر، فسق، كل هذا ممنوع من الصرف للعلميات والعدل التقديري. فقل رضي الله عن عمر ابن الخطاب. رضي فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. رضي الله، الله فاعل مرفوع، لفظ الجلالة فاعل مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة. رضي الله عن حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. عن عمر مجرور بعن، علامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف، والمانع له من الصرف العلمية والعدل، إنه معدول به عن وزن فاعل، فعمر معدول به عن عامر، فممنوع من الصرف للعلميات والعدل. والجار والمجرور متعلق برضي، رضي الله عن عمر ابن، نعت لعمر، ونعت المجرور مجرور، وإنما كان اللفظ هكذا عن عمر لأنه نابت الفتحة عن الكسرة، علامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعدل. فنعود إلى الأصل، هو مجرور وإن كان في ظاهره كالمنصوب. رضي الله عن عمر، تقول ابن، لا، رضي الله عن عمر بن الخطاب، ابن نعت لعمر، ونعت المجرور مجرور، علامة جره الكسرة الظاهرة. وابن مضاف، والخطاب مضاف إليه، مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. فعمر معدول عن عامر خوف الالتباس بالصفر. مما هو ممنوع من الصرف أيضا ما اجتمع فيه العلمية والعجمة، وشرط العجمة كون علميتها في اللغة الأعجمية، والزيادة على الثلاثة كإبراهيم بخلاف فيروز ولجام، فإنهما من أسماء الأجناس الأعجمية وليس بعلمين. فيروز اسم جنس، ولجام اسم جنس في لغته الأعجمية. وشرط العجمة التي ينبغي أن تكون مع العلمية أن تكون علما في اللغة الأعجمية، وأن يكون هذا العلم زائدا على ثلاثة أحرف كإبراهيم بخلاف فيروز، هذا مصروف، وبخلاف لجام فهذا أيضا مصروف، فهما من أسماء الأجناس الأعجمية. الأول اسم لنوع من الجواه، والثاني اسم لما تساس به الدابة وهو اللجام. فإذا جعل علمين لمذكرين فإنهما مصروفان أيضا. يعني إذا جعلت فيروز علما لمذكر هل يكون مصروفا أو لا يكون؟ يصرف أيضا. لما؟ لفقد الشرط الأول، وهو أن فيروز ليس علما في اللغة الأعجمية التي أخذ منه، لأنه لم يوضع هكذا على العلمية في أصل اللغة الأعجمية، وإنما هو اسم جنس، اسم جنس أعجمي. فإذا جعل علمين لمذكرين فإنهما مصروفان لفقد الشرط الأول، بخلاف نوح ولوط وشيث فإنها مصروفة لفقد الشرط الثاني، لأنه لابد من أن يكون العلم الأعجمي متوفرا فيه شرطان: الأول أن يكون علما في أصل لغته الأعجمي، وأن يكون زائدا على ثلاثة أحرف. ففيروز مثلا هذا مصروف مع أنه أعجمي، لفظ أعجمي، ولكنه ليس علما بل هو اسم جنس في لغته الأعجمي. إذا سميت به رجلا تصرفه أو لا تصرفه؟
نصرفه. لماذا؟ لأنه فقد شرطا من شرطين. الشرط الأول هو أنه لا بد أن يكون علما في لغته الأعجمية وأن يكون زائدا على ثلاثة أحرف. هذا زائد على ثلاثة أحرف فيروز، ولكنه ليس بعلم في لغته الأعجمية وإنما هو اسمه جنس، فيكون مصروفا حتى ولو سميت به. وأما نوح ولوط وشيط هذا علم في لغته الأعجمي، هذا علم أعجمي لا خلاف، ولكنه فقد الشرط الثاني وهو أنه على ثلاثة أحرف. والشرط الثاني أن يكون العلم الأعجمي أعجميا علما في لغته الأعجمية وأن يكون زائدا على ثلاثة أحرف. هنا على ثلاثة أحرف لوط نوح شيط، فيقع مصروفا لفقد الشرط الثاني. وقيل الثلاثي الساكن الوسط يجوز فيه الصرف عدمه، والمتحرك الوسط متحتم المنع. فهذه ستة أنواع تجتمع فيها علة مع العلمية. ما هي الستة الأنواع؟ أن يكون علما مزيدا بالألف والنون، أن يكون علما مزيدا بالألف والنون، أن يكون مركبا تركيبا مزريا، أن يكون علما على وزن الفعل، أن يكون علما على وزن الفعل كأحمد ويشكر وشمر اسما لفرس، وأن يكون علما مؤنثا، وأن يكون علما أعجميا. وماذا أيضا؟ ما السادس؟ العدل، أن يكون علما معدولا به عن وزن فاعل كعمر وزفر. النوع الثاني وهو ما يمتنع صرفه مع الوصفية. العلمية مع ست علل التي مر ذكرها. الوصفية أيضا ثلاثة أنواع ما اجتمع فيه الوصف والعدل التحقيقي كأخر مقابل آخرين، من قوله تعالى فعدة من أيام أخر، فإنه صفة معدولة عن آخر بفتح الخاء. فإن قياس أفعال التفضيل إذا كان مجردا من أل والإضافة أن يكون مفردا مذكرا، سواء أكان موصوفه مذكرا أم مؤنثا، وسواء أكان موصوفه مفردا أم مثنى أم مجموعا. هذه قاعدة. قياس أفعال التفضيل إذا كان مجردا من أل والإضافة أن يكون مفردا مذكرا، سواء أكان موصوفه مذكرا أم مؤنثا، وسواء كان موصوفه مفردا أم مثنى أم مجموعا. ما اجتمع فيه الوصف والعدل التحقيقي كأخر مقابل آخرين، من قوله تعالى فعدة من أيام أخرى، فهذه صفة معدولة عن آخر، كما قلنا عمر معدول عن عامر، وغدر معدول عن غادر، وفسق معدول عن فاسق. فكذلك أخر معدول عن آخر. فعدة من أيام أخر، قبل هذه الجملة قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر، الفاء واقعة في جواب الشرط. فعدة، عدة خبر مبتدأ محذوف والتقدير فالواجب عدة، وهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. فعدة من أيام، أيام مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة، والجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لعدة، أي فالواجب عدة كائنة من أيام أخر، نعت لأيام ونعت المجرور مجرور وعلامة جره الفتحة
فعدة من أيام أخر نعت لأيام، من أيام أخرى، نعت المجرور مجرور، علامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف، والمانع له من الصرف الوصفية والعد ما اجتمع فيه الوصف وزيادة الألف والنون، فسكران في نحو قولك نظرت إلى سكرانا، فإن مؤنته سكرا. نظرت فعل وفاعل، إلى حرف جر، سكرانا مجرور بإلى وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف، المانع له من الصرف الوصفية وزيادة الألف والنون، والجار والمجرور متعلق بنظرا، نظرت إلى سكرانا فإن مؤنته سكرا. لا تكون الزيادة المانعة مع الصفة إلا في فعلانا بالفتح، بخلاف الزيادة المانعة مع العلمية، فإنها تكون مع مضموم الأول كعثمان، ومكسوره كعمران، ومفتوحه كقحطان وغير ذلك. وأما في الصفة فلا تكون إلا في فعلان بالفتح كسكران، ومؤنته سكرا. النوع الثاني مما يمنع من الصرف لوجود علتين فرعيتين ما يمتنع صرفه مع الوصفية، هو ثلاثة أنواع ما اجتمع فيه الوصف والعدل التحقيقي في لفظة واحدة، هي أخر مقابل آخرين، من قوله تعالى فعدة من أيام أخرى. النوع الثاني ما اجتمع فيه الوصف وزيادة الألف والنون كسكران مؤنته سكرا. النوع الثالث ما اجتمع فيه الوصف ووزن الفعل وهو أفعل، كأحمر في نحو قولك نظرت إلى أحمر فإن مؤنته حمراء، أفعل فعلاء. ولا يكون الوزن المانع مع الصفة إلا في أفعل، بخلاف الوزن المانع مع العلمية، فيكون مع أفعل كأحمد، ومع يفعل كيشكر، ومع تفعل كتدمر، ومع فعل كشمر وغير ذلك. نظرت إلى أحمر، نظرت فعل وفاعل، إلى حرف جر، أحمر مجرور بإلى وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف، والمانع له من الصرف الوصفية ووزنه الفعل، والجار والمجرور متعلق بنظرة، نظرت إلى. يشترط لتأثير الصفة أمران، الأول كونها أصلية فيجب الصرف في قولك هذا قلب صفوان بمعنى قاس، وهذا رجل أرنب بمعنى ذليل ضعيف القلب، فلا بد أن تكون الصفة أصلية، ولذلك يجب الصرف في قولك هذا قلب صفوان. لماذا لم تمنع من الصرف وهي صفة وفيها ألف ونون كما ترى مثل سكران؟ ولكن لأن الوصف فيها ليس أصليا، وكذلك هذا رجل أرنب بمعنى ذليل ضعيف القلب. الثاني عدم قبولها التاء، فيجب صرف ندمان وأرمل لقولهم ندمانة وأرملة. هذا ما يتعلق بالممنوع من الصرف، وفيه نيابة الفتحة عن الكسر. الحذف يكون علامة للجزم نيابة عن السكون في موضعين: في الفعل المضارع المعتل الآخر أصالة، وهو كل فعل مضارع في آخره ألف أو واو أو ياء، ألف نحو يخشى علي، أو واو نحو يغزو إبراهيم، أو ياء نحو يرمي محمد. تقول عند جزمه لم يغزو إبراهيم
وتقول لم يخش علي وتقول لم يرمي محمد، فكل منها جازم ومجزوم، وعلامة جزمه حذف آخره، فالمحذوف من يخشى الألف والفتحة قبلها دليل عليها لأن الفتحة تجانس الألف، والمحذوف من يغزو الواو والضمة قبلها دليل عليها لأن الضمة تجانس الواو، والمحذوف من يرمي الياء والكسرة قبلها دليل عليها لأن الكسرة تجانس الياء. فتقول لم يغزو إبراهيم، لم حرف نفي وجزم وقل، يغزو فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف الواو والضمة قبلها دليل عليها، وإبراهيم فاعل بيغزو مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. وتقول لم يخش علي، لم حرف نفي وجزم وقلب، يخشى فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف الألف والفتحة قبلها دليل عليه، علي فاعل يخشى مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. تقول لم يرمي محمد، لم حرف نفي وجزم وقلب، يرمي فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليه، محمد فاعل بيرمي مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. من العرب من يجري المعتل مجرى الصحيح فيحذف الضمة المقدرة ولا يحذف حرف العلة، فيقول لم يخشى ولم يغزو ولم يرمي بإثبات الألف والواو والياء. وعلى هذا جاء قوله إذا العجوز غضبت فطلقي ولا ترضاها ولا تملقي، يعني كن حازما، إذا العجوز غضبت فطلقي ولا ترضاها ولا تملقي. هذا البيت من كلام راجز من أعظم رجاز العرب، عاش في أيام الدولة العباسية وهو رؤبة بن العجاج. ومعنى البيت إذا غضبت عليك المرأة العجوز فلا تتحمل غضبها ولا تعمل على إرضائها ولا تتملق، بل طلقها واسترح منها. وأما الإعراب فإذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه، تحفظ هذا، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه، إذا العجوز، العجوز فاعل بفعل محذوف يفسره المذكور بعده، وتقدير الكلام إذا غضبت العجوز غضبت، وهذا الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. الجملة من الفعل المحذوف والفاعل المذكور غضبت العجوز في محل جر بإضافة إذا إليها، وهذه الجملة هي شرط إذا، وجرها بالإضافة هو معنى قولنا خافض لشرطه. إذا العجوز غضبت أي إذا غضبت العجوز غضبت، فغضبت هذه المذكورة فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والتاء علامة التأنيث غضبت، وفاعل هذا الفعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي، والجملة من هذا الفعل وفاعله لا محل لها من الإعراب لأنها مفسرة للمحذوف. فطلقي الفاء واقعة في جواب إذا، وطلقي فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وحرك بالكسر لأجل الروي لأن الأصل تطلق، ولكن من أجل الروي فطلقي، فطلقي حرك بالكسر لأجل الروي. فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، والواو في ولا حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ولا
لا حرف نهي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ولا ترضى فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه السكون الذي هو عبارة عن حذف الحركة، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. ها ضمير المؤنثة الغائبة يعود إلى العجوز مفعول به مبني على السكون في محل نصب. الواو حرف عطف، ولا لا إما ناهية أيضا وإما زائدة لتأكيد النفي. وهذا الأخير أحسن عندنا عند الشيخ محمد محي الدين رحمه الله. ولا تملقي فعل مضارع معطوف على ترضاها، والمعطوف على المجزوم مجزوم، علامة جزمه السكون، وحريك بالكسر لأجل الروي. فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. الشاهد في البيت قوله ولا ترضاها، أثبت فيه الألف مع وجود الجازم الذي هو لا الناهية، فدل ذلك على أنه يجزمه بحذف الحركة كما يجزم الصحيح الآخر، نحو لم يضرب ولم يكتب ولم يخرج. فبعض العرب كما مر يجري المعتل مجرى الصحيح فيحذف الضمة المقدرة ولا يحذف حرف العلة، فيقول لم يخشى ولم يغزو ولم يرمي بإثبات الألف والواو والياء. وجاء على هذا قول رؤبة إذا العجوز غضبت فطلقي ولا ترضاها ولا تملقي. وجاء أيضا قول أبي عمرو ابن العلاء رحمه الله هجوت زبان ثم جئت معتذرا، من هجو زبان لم تهجو ولم تدعي، لم تهجو بإثبات الواو، لم تهجو ولم تدعي. هذا البيت من كلام أحد أئمة اللغة اسمه زبان وكنيته أبو عمرو ابن العلاء، وكان الفرزدق الشاعر قد هجاه ثم جاءه فاعتذر له، فقال فيه ذلك البيت. إعرابه هجوت، هجوت فعل وفاعل، زبان مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، ثم حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. جئت فعل وفاعل، والجملة من الفعل والفاعل معطوفة بثم على الجملة السابقة. ثم جئت معتذرا حال من ضمير المخاطب الواقع فاعلا في قوله جئت، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. هجوي مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة، والجار والمجرور متعلق بمعتذر، وهجو مضاف وزبان مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف، والمانع له من الصرف العلمية وزيادة الألف والنون. لم حرف نفي وجزم وقل. تهجو فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون وهو حذف الحركة، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. والواو حرف عطف، ولم لم حرف نفي وجزم وقل. تدعي فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه السكون وحرك بالكسر لأجل الروي. ولم تدع وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. الشاهد في هذا البيت قوله لم تهجو، حيث أثبت الواو في الفعل المضارع وهو تهجو مع وجود الجازم وهو لم. وكذلك قول شاعر من شعراء الجاهلية وفرسانها اسمه قيس بن زهير ابن جزيمة العبسي، ألم يأتيك والأنباء تني بما لاقت لبون بني زياد، ألم يأتيك، الهمزة للاستفهام التقريري، ألم لم حرف نفي وجزم وقل. يأتي فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون
والكاف ضمير المخاطب المذكر مفعول به مبني على الفتح في محل نصب، والواو واو الحال. الأنباء مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. تنمي فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، علامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. تنمي وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي يعود إلى الأنباء، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ، وجملة المبتدأ وخبره في محل نصب حال. والباء حرف جر زائد، وما موصولة بما، فاعل يأتي مبني على السكون في محل رفع. بما لاقت، لاقت فعل ماض والتاء علامة التأنيث. لاقت لبون، لبون فاعل لاقى مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة وهو مضاف، وبني مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم وهو مضاف، وزياد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. وجملة لاقت لبون من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب، صلة الموصول وهو ما. الشاهد في هذا البيت قوله ألم يأتيك، حيث أثبت الياء في الفعل المضارع وهو يأتي مع وجود الجازم وهو لم. على اللغة المشهورة يحمل أمثال ذلك على الضرورة، فيقولون هذا إنما هو للضرورة، فهذا لضرورة الشعر. ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد، هجوت زبان ثم جئت معتذرا من هجو زبان، لم تهجو، يقولون هذا لضرورة الشعر، ولم تدعي. وكذلك إذا العجوز غضبت فطلقي ولا ترضاها، يقولون هذا لضرورة الشعر ولا تملقي. فإن كان حرف العلة غير أصلي بأن كان بدلا من همزة كيقرأ ويقري ويوضو ثم دخل الجازم، جاز حذف حرف العلة وتركه بناء على الاعتداد بالإبدال وعدمه. أصل يقرأ لأنه مضارع قرأ مثل فتح، ثم دخل الجازم عليه فصار الكلام لم يقرأ علي درسه مثلا، فالهمزة حينئذ ساكنة وقبلها مفتوح، لم يقرأ رأ، الراء مفتوحة والهمزة ساكنة. وكل همزة ساكنة وقبلها مفتوح يجوز قلبها ألفا، فإذا قلبت الهمزة هنا ألفا على مقتضى هذه القاعدة صار الكلام لم يقرأ علي درسه، فهذه الألف ليست أصلية كألف يسعى وينهى ويطغى، بل هي منقلبة عن الهمزة. وكل همزة انقلبت ألفا يجوز حذفها للجزء تشبيها بالألف الأصلي، ويجوز إبقاؤها نظرا إلى أنها ليست ألفا بحسب أصلها. وكذلك إذا قلت يقرأ علي ثم قلبت الهمزة ألفا مع عدم سكونها ثم أدخلت الحرف الجازم فقلت لم يقرأ علي، ويمكنك أن تقيس على ذلك بقية الأمثلة. الأفعال الخمسة، وقد تقدم أنها كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين أو واو جمع أو ياء مخاطبة. نعم، لم يفعل لم تفعل، لم يفعلوا لم تفعلوا، لم تفعلي، فهذه مجزومة بلم وعلامة جزمها حذف النون، هذا هو المشهور. وعلى القول بأن إعرابها بحركات مقدرة على لاماتها، فالجازم حذف الحركة المقدرة واكتفى بها، وحذفت النون عند الجازم لا به، وحذف النون يكون علامة لنصب الأفعال الخمسة أيضا. لن تفعل، لن يفعل، لن تفعل، لن يفعل، لن تفعلي، فهذه منصوبة، علامة نصبها كلها حذف النون نيابة عن الفتحة على المشهور. وقيل منصوبة بحركة مقدرة على لاماتها، وحذفت النون للفرق بين صورتي المرفوع والمنصوب. ثم ذكر بعد ذلك
ملخصا لكل هذا الذي مر، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.